ازيكم؟ شو عاملين؟ ايه معاكم؟ محمد كنت احسن عربي. النهارده احنا في لعبة متخلفين، عايز السحب يالا. طبعا زي ما انتوا شايفين في لعبة متخلفين، زي ما انتوا شايفين كده، اهم حاجة توصل 100,000 لايك عشان نبقى بايعين سيارات وحاجات غريبة هتشوفوها النهاردة ومفاجآت. اهم حاجة تتفرجوا على الكليك بتاعي. الكلاك، عارفين كلاك ايه؟ كلاك ابو النجا، المتاهة الشريرة، والمتاهة الغامضة، يعني الغابة الغامضة، فاهمين؟ انزلوا دلوقتي على القناة اتفرجوا عليها، هتلاقوه دلوقتي. لا مش هتقول دلوقتي، هتلاقوها يا شباب عشان ينزل من وقت الفطار الساعة 6 بالظبط. 6 بالظبط هتلاقوه نزل واتعمل وخلاص، يعني فيديو دوت بقى. اوريك بياع، بياع غريب، يعني اي حد يديني سعر مش فاصل. بايظ طبعا، بعت كل تقريبا بعت عربيتين في ثانية. ايه الوكالة غير بواب؟ اتمزقت تقريبا. يا احسن، بص يا شباب، ديت دي دول ضعف ديت. بص عادي، تقوم طالعة بس تتبعت 9 مليون. بيع، يلا ابيع، بيع. يلا نجيب لنا توك توك كده. لا جيب 10 دقايق، 10 دقايق يا شباب، 10. قلت لكم يا شباب، في حاجات هتحصل من غير اي سبب. بره بقى محل العربية تيجي تحجز لي ومفجرها. كومات الرأس، الرأس 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 الرأس، كومات الرأس يا عم الحاج، كومات الموت. بس خليكوا تتجمعوا، خليكوا تتجمعوا، خليهم جنبها كلهم. وبعديها يلا جماعة، فكر عليا ايه؟ مش معاه اسلحة زيكو ده بيهرب مني. تعال سلمني عليك، اللي يفتح لسانه هعلمه ازاي يقفل لسانه، فاهمين؟ فاهم؟ شليتي شليت، في حد واقف. انت بس انت كا العربية اللي احنا هنسرقها. لا تريك تريك تريك، اوف حمرتها يا شباب. شفت الفلوس بتطير اهي. تعالى كاميرا خفيا، اسرقك. و24 عايز 130 يا شباب. حاجة عظيمة، الناس تعلمت، بس مش هقولها.
خبوني يا ناس. يب جاي جمع الجمال عايز كل اللي يقول يعني مهما والواجب والله لحد تاني هو واحد جه في العيلتي احبره جات يا عم الحاج يلا مين الاولى على لونا على كفاية مين يجي ما فيش حد بيجي شو هذا العفوية شو لحد خبطه شو عاملين كده ما فيش حد خد واحد عم بقى با اتناشر قصدي اتناشر حتى الناس اللي هنا في لعبة متخلفين لو في يكون معاهم 2300 على الأقل 100 جنيه 2200 جنيه على الأقل يعني اوكي والله شو نشتري أسلحة عاش يا شباب غلطت بس غلطت شو 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 واحد طب ليه يا عم اهو ايه ده كنت هجيبها جبتها ايوه كفايه بقى 4 مرات انت بترقص لي ليه يا عم انت الراجل ده مش مستريح لو الشباب العادي يرقص لي ايه مش بصوا الحركه ده بس ده خلص هجيبها في دماغك انت او 60 عايز العبها تاني قلت لك بتجيب فلوس يا شباب لا 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 لازم العبها يلا ما جاتش اوكي 3 عايز اجيب 6 عشان اكسب 50 100 100 4 ستة سبعة يلا يلا شباب يلا يلا واحدة كمان معلش اوه 70 لا ده انا بكسب فلوس كتير اوي مش اول حظ كسبت انا نشتري لها اسلحة كده ومبلطق في صوت كده حلو بيبقى فيه طعم عندك ايه
عندي الصراحة عندي مثلا تقطع بقدونس. اقطع بقدونس ليه؟ اقطع ديت ب50 جنيه. ليه يا عم؟ العصير الواحد ب100 جنيه. لا العصير الواحد ب20 جنيه. نعم عصير واحد ب100 جنيه. قلت ايه؟ عصير الواحد ب50 جنيه. نعم. يعني 50 جنيه؟ عشان انا اخد ربع اشرب عصير ليمون ب50 جنيه. ليه؟ بتدرس بكام؟ لا 100 جنيه. 100 جنيه بذمتك؟ فاهم؟ 100 جنيه بذمتك؟ مش عايز منك حاجة. شكرا. بكوبايات بكام؟ 100 جنيه. مثلا الدرس الفراولة ب90 جنيه. يا عم في كل عدد. لا بتجري قصدي في يا عم كل عدد غالي. ايه في ايه ده؟ ده انت هتفلس. خلاص خد. يا عم تعالى اتكلم معاك. تعالى اتكلم معاك بقى. مش عايز اضربك. مش عايز اضربك. اوكي ماشي كده. شوف خلصت على النهارده. وشوفكم الفيديو الجاي. وسلام.